بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ صدق الله العظيم. تفسير الآية. قل لهم أيها الرسول، هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يرشد إلى الحق؟ قل لهم الله وحده يرشد إلى الحق، فهل من يرشد الناس إلى الحق ويدعوهم إليه أولى بأن يتبع أم معبوداتكم التي تهتدي بنفسها إلا أن يهديها غيرها؟ فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم شركاء لله؟ تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم. تفسير الآية. وما يتبع معظم المشركين إلا ما لا علم لهم به، فما يتبعون إلا وهما وشكا، إن الشك لا يقوم مقام العلم ولا يغني عنه، إن الله عليم بما يفعلونه لا يخفى عليه شيء من أفعالهم وسيجازيهم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. صدق الله العظيم. تفسير الآية. وما يصح لهذا القرآن أن يختلق وينسب إلى غير الله لعجز الناس ضرورة عن الإتيان بمثله، ولكنه مصدق لما نزل من الكتاب قبله ومن الكتب قبله، ومبين لما أجمل فيها من الأحكام، فهو لا شك فيه أنه منزل من رب المخلوقات سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. تفسير الآية. بل يقول المشركون إن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن من نفسه ونسبه إلى الله. قل أيها الرسول ردا عليهم، إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر مثلكم، فأتوا أنتم بسورة من مثله وادعوا من استطعتم دعاءه لمظاهرتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن القرآن مختلق مكذوب ولن تستطيعوا ذلك وعدم قدرتكم وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة، دال على أن القرآن منزل من عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا
بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العظيم. تفسير الآية: فلم يجيبوا بل سارعوا بالكذب، وسارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه، وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب، وقد اقترب إتيان ذلك. مثل هذا التكذيب كذبت الأمم السابقة، فنزل بها ما نزل من العذاب. فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية الأمم المكذبة، فقد أهلكهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. صدق الله العظيم. تفسير الآية: ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته، ومنهم من لا يؤمن به عنادا ومكابرة حتى يموت، وربك أيها الرسول أعلم بالمقصرين وأعلم بالمصرين على كفرهم، وسيجازيهم على كفرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. صدق الله العظيم. تفسير الآية: فإن كذبك أيها الرسول قومك فقل لهم لي ثواب عملي، وأنا أتحمل تبعية وتبعية عملي، ولكم ثواب أعمالكم وعليكم عقابة، أنتم بريئون من عقاب ما أعمل وأنا بريء من عقاب ما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. صدق الله العظيم. تفسير الآية: ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن استماعا غير مقرون بقبول وإذعان، أفأنت تقدر على إسماع من سلب السمع، فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. صدق الله العظيم. تفسير الآية: ومن المشركين من ينظر إليك أيها الرسول ببصره الظاهر لا ببصيرته، أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبت أبصارهم؟ إنك لا تستطيع ذلك، وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أصدقائي الأعزاء، وإلى لقاء آخر في تفسير آيات القرآن للذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.